السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. نخصص هذه الحلقه للحديث عن ابعاد وتبعات اعتقال الفنانين والناشطين والممثلين اليمنيين في الخارج والتضييق على حرياتهم. أكدت مصادر مطلعة احتجاز السلطات السعودية للفنان الكوميدي اليمني علي الحجوري على خلفية تهم كيدية وجهت له، من بينها ازدراء الدين والإساءة إلى بعض الفرق الدينية. وأوضحت المصادر أن السلطات السعودية قررت احتجاز الفنان الحجوري لمدة 5 أيام في سجن محافظة أبو العريش جنوب غربي المملكة على ذمة التحقيق معه حول التهم الموجهة إليه. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: لماذا اعتقلت السلطات السعودية الممثل اليمني الحجوري رغم عدم وجود تهمة واضحة تدينه؟ وماذا يمكن أن تقدمه المنظمات الحقوقية لإنقاذ ناشطين وأصحاب الرأي في الخارج؟ مشاهدينا، نتابع سويا هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. في عهد الترفيه والموسيقى ما بعد حكم الهيئة الدينية، تحتجز السلطات السعودية أحد رموز الدراما اليمنية الفنان علي الحجوري على خلفية تهم وجهت إليه، من بينها سب الدين والإساءة لبعض الفرق، وهو إمام مسجد سابق عرف بنبذ التعصب الديني ومحاربة الخرافة. احتجز بتهمة كيدية وجهت إليه من يمني آخر، وما أسوأ وشاية الأشقاء ببعضهم عند جار لدود. ورغم نفي الحجوري التهم الموجهة إليه وعدم إثباتها، إلا أن السلطات السعودية تواصل احتجازه. في سجون المملكة السعودية حالات كثيرة من اليمنيين كحالة الفنان الحجوري، معتقلون بلا تهم ولا محام ولا صوت يسمع. فالصحفي اليمني مروان المريسي لا يزال معتقلا منذ نحو 10 أشهر، لا يعرف مكان احتجازه ولا إن كان على قيد الحياة، وهو البعيد عن التغريد والكتابة في السياسة. تعدى الأمر ذلك إلى اعتقال رجال المقاومة اليمنيين السد المنيع الذي أوقف تمدد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران نحو الأراضي السعودية وأعادها إلى الجبال منذ منتصف العام الماضي، ولا تزال المناشدات مستمرة من قبل أسر وأقارب العشرات من الضباط والجنود اليمنيين المعتقلين في السعودية، طالبوا فيها التضامن مع ذويهم والضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراحهم. عشرات من الضباط والجنود اليمنيين اعتقلوا بتهمة التحريض والتمرد على قيادة اللواء الذي كان يرابط في منطقة خوبه السعودية، والأنباء تقول إنه اعترض على إهمال وضع المعسكر الذي انتشرت فيه الأمراض وساءت حالة الأفراد فيه. نماذج وعينات من صنوف الانتهاكات التي يواجهها اليمنيون في سجون السعودية، وهم مكشوفو الظهر بلا شرعية تدافع عنهم وتقوم بواجبها، بلا تهم مدانون وتستمر معاناتهم ما داموا في أرض الغريب فيها متهم ولو ثبتت براءته. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا الإعلامي والفنان الساخر محمد الربع، سينضم إلينا من إسطنبول. سيد محمد، مساء الخير. مساء الأنوار، يا أهلا وسهلا. أهلا بك سيد محمد. يعني اعتقال تعسفي تعرض له الفنان الكوميدي يحيى الحجوري دون تهمة واضحة يعني تدينه وآخرين في المملكة، كيف تنظر إلى المشهد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الفنان علي الحجوري من الأصوات والمواهب اليمنية المعروفة، صاحب قلم وصاحب فكرة، يحمل فكر لا يحمل أي سلاح أو لا يحمل أي وسائل عنف لفرض حتى رأيه. الفنان علي للأسف يعني وصلنا خبر اعتقاله بسبب بلاغ كيدي من أحد الأشخاص اليمني للأسف أيضا. ف حالته الآن، تواصلنا مع أقارب له ومع أشخاص يعرفونه، أكدوا لنا أن الموضوع يعني له أبعاد يعني دينية وآراء أكثر منها مواضيع سياسة أو اعتقال سياسي. الحديث يجري عن بلاغ بسبب آراءه والفكرية، مع أن هذا شيء
له حرية، إذا كان في الإسلام لك حرية الدين، إذا لكم دينكم فلي ولا ولي يعني مريدي. ولي دين، فهل يعني يعاقب أشخاص على مجرد الرأي؟ نعم، إذن يعني باعتقادك سيد محمد، لماذا لا تتحدث الحكومة الشرعية ولا يعني توضح يعني ما الذي يحدث لرعاياها المعتقلين في المملكة؟ يعني هناك صمت مريب في حيال الكثير من القضايا والاعتقالات التي يتعرض لها سواء فنانين أو عسكريين، وهناك قوائم طويلة. صراحة بالنسبة للحكومة الشرعية لا تستطيع أن تطالب شرعية يعني في حكم المعتقلة أن تطالب آخرين بالخروج من المعتقلات أو بالإفراج عنهم. نحن أولا نطالب بالإفراج عن الشرعية نفسها وأن تتحرك، من بعدها نطالبها بأن تفرج عن الآخرين وتتابع بعدهم. نعم، إذن سيد محمد أنت ربما متابع ل يعني يحيى الحجوري خلال الفترات الماضية، ماذا يكتب الرجل وماذا يتحدث؟ يعني هل وجدت يعني ما يستحق أن حتى أن يتم توقيفه لمجرد المساءلة فقط وليس الاحتجاز؟ علي لا يكتب أكثر من مجرد حروف وكلمات، منشور أو اثنين أو ثلاثة، يعني ما زال حدود قدرته هي مجرد حروف على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يسبب ضرر على أحد، ولا الناس مجبرة على الاقتناع بآرائه. مجرد هذه الحروف لا ليست تهمة وليست إدانة يعني تزج بأي شخص إلى السجون. أعتقد ما قام به هذا الشخص اليمني ومن تجاوب معه للأسف أنه خطأ كبير. ما زال يعني الأخ علي ما يعني فنان وله صاحب رأي، ويوجد في السعودية من لهم آراء مشابهة له، لكن لم يتعرضوا للاعتقال، ونتمنى أن يفرج عنه في القريب العاجل. وقد سمعنا أيضا أنه مجرد توقيف لأيام وسيخرج، ونتمنى أن لا يطول هذا التوقيف. نعم، إذن ماذا يمكن أن تقدمونه أنتم ك يعني إعلاميين وفنانين لإيقاف مثل هذه الممارسات التي يعني تحدث بين فترة وأخرى؟ ربما يعني أصبح الحال أنه بين فترة زمنية قصيرة وأخرى نسمع عن أخبار احتجاز فنانين ومبدعين ومثقفين في المملكة إلى جانب عسكريين وضباط. نعم، كمعلومة مؤكدة هو من الفنانين لم نسمع إلا عن الأستاذ علي الحجوري. هناك شخص يعني يدعى مروان المريسي تم اعتقاله يعني منذ فترة، وهذه هي الحالة أيضا مؤكدة يعني حدثت في السابق. ربما، لكن كفنانين ومن الذين نعرفهم هو الأستاذ علي، وهو من حيث أما مروان نعم سمعنا بهذا الاعتقال، ونتمنى أن يتم الإفراج عن أشخاص يعني لا تهمة لهم لا حتى الآن، أو أقل شيء يحالوا إلى النيابة ويعرف الناس أيش القضية وأيش دوافع الاعتقال لكي يمنحوا حق الدفاع عن أنفسهم. الأستاذ علي نعم أحد الأشخاص الذي يعني لا نعرف كيف تم اعتقاله وما هي التهمة إلا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أنه كتب أو قال أو كان له رأي، وهذه حتى ذاتها ليست تهمة في كل بلدان العالم، وكما قلت لا في المملكة أيضا من يحملون نفس هذه الأفكار ومن يناقشونه، والحجة بالحجة، ولا يمكن أن تقرع الفكرة بالسجون والمعتقلة. نعم، إذن سيد محمد يعني أنتم يعني كإعلاميين وفنانين إذا ما استمر عملية اعتقال السيد علي الحجوري ما الذي بوسعكم فعله؟ أنا أتمنى أن تظل القضية في إطارها الحقوقي والإنساني، وأن لا لكي لا يتضرر الأخ علي وتحويلها إلى قضية سياسية، أو يعني أنا وجدت بعض المنشورات ناس يتكلموا أنه كذا وأنه بسبب تهنئته لمنتخب قطر ومن هذه الأشياء. نعم. الموضوع ليس هذا، نتمنى أن تظل في إطارها الإنساني ويتم الإفراج عنهم في القريب العاجل،
وأن لا لكي لا يتضرر الأخ علي من توظيف قضيته بشكل سيء بحيث يلحق الضرر له ولأسرته. نعم، يعني نحن أيضا يعني نشاركك الرأي، لأنه يعني قضية علي هي قضية إنسانية بعيدة عن كل الحسابات السياسية، ولكن يعني الرجل يعني الجميع يعرف الأستاذ علي الحجوري و أخلاق هذا الرجل، وأيضا يعني في الجانب الديني كما تقدمت الإدانة أنه قام بازدراء الدين، الرجل يعني متدين بالدرجة الأولى ويعرف ماذا يعني الدين، ولكن نحن نتساءل يعني إذا استمر أو استمرت فترة الاعتقال ولم نعرف شيء عن مصير السيد علي الحجوري، ما الذي يعني بوسع الإعلاميين والفنانين فعله أمام هذه القضية؟ نعم، نتمنى أن لا أولا أن لا يطول اعتقاله وأن يخرج سليما معافى. في حال أن استمر اعتقاله نتمنى والناشد والسلطات السعودية ونطالب أن هذا الشخص لم يرتكب أي جرم وليس له أي تهمة، ولا نعرف حتى من هذا الشخص الذي رفع عليه أو اشتكى أو رفع عليه قضية إن كان في قضية أساسا. نتمنى أن يفرج عليه، والأستاذ علي من الأشخاص الذي خدموا القضية اليمنية والقضية العربية. نعم. الأستاذ علي ليس يعني لا كما يتهم ولا أي يعني إنسان متدين، وكان خطيب مسجد وله من الدين والفهم في الدين أكثر من غيره. نعم. الأستاذ علي فنان وموهوب، يحاول أن يعني يوصل ويوعي المجتمع بأفكاره وأيضا بمواهبه، قد نختلف مع بعضها أو نتفق، لكن يظل صاحب رأي وصاحب كلمة وصاحب موقف لا يعتدي على أحد، ولم نسمع أنه يعني تضرر أحدا منه. نعم، إذن سيد محمد هنا تساؤل أخير أنه فيما يتعلق بالشرعية، رسالة تود قولها للشرعية. نتمنى من المسؤولين والشرعية أن يقوموا بواجبهم، لا أحد يطلب منهم فوق واجبهم. نتمنى أن يكونوا يعني كم يا قضايا وكم ناس في كل البلدان، يعني لا تقوم الشرعية بدورها، لا نعرف ما الذي يعني على أي أساس نحن الناس نؤيدها ونتمسك بهذه الشرعية، وهي لا تتمسك بأنصارها ولا تتمسك بمن يدافعون عنها ولا بأصواتها. نتمنى أن يقوموا بدورهم لا أقل ولا أكثر، ونتمنى أن قضية الأستاذ علي أن يعني الجانب الرسمي يتحرك في هذا الموضوع، ويتم متابعة القضية وملابساتها والإفراج عن الأستاذ علي ولا يطول اعتقاله. نعم، إذن وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر الإعلامي والفنان الساخر محمد الربح، كنت معنا من مدينة إسطنبول، وسينضم إلينا من مدينة إسطنبول أيضا الصحفي والكاتب محمد المقبلي. سيد محمد مساء الخير. مساء النور شادي، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد محمد، يعني اعتقال تعسفي تعرض له الفنان علي الحجوري دون يعني تهمة واضحة توجه له، وآخرين كثيرين في المملكة سواء كانوا فنانين أو عسكريين، يعني كيف تنظر إلى المشهد؟ أنا أنظر إلى المشهد إلى أنه اليمنيين داخل المملكة العربية السعودية على وجه التحليل وبالذات أصحاب الرأي يتم التعامل معهم كما لو أنهم مهاجرين غير شرعيين، ويتم التعامل معهم وفق الذهنية الملكية الحاكمة، ناسين أن هؤلاء الناس هم من بلد جمهوري ديمقراطي دفع ثمن كبير جدا. نعم. في سبيل حرية التعبير. لكن قضية علي الحجوري أجمل ما فيها أنها أزاحت الستار عن كم هائل كبير من اليمنيين الناشطين المعتقلين في تلك السجون، والذين هم غير معروفين على مستوى الرأي العام، وبنفس الوقت ربما لا يستطيع أهاليهم أن يوصل قضيتهم إلى الرأي العام لأسباب كثيرة، من بينها ضعف التواصل مع وسائل الإعلام. علي الحجوري هو ليس مجرد شخص فقط، علي الحجوري يمثل شريحة كبيرة جدا من اليمنيين. علي الحجوري هو ابن هذه المنطقة المقاومة الباسلة حجور التي تواجه ميليشيا الانقلاب، وبدلا من أن يتم إسناد أبناء حجور يتم اختطاف رمز على مستوى حجور وعلى مستوى اليمن، سواء على الصعيد الفني أو على الصعيد الفكري، لأن علي الحجوري هو رجل تجديدي وفنان دائما منحاز إلى الناس، و أعتقد أن اختطافه هي عبارة عن وصمة عار
نعم. في جبين لكن يعني سيد محمد، يعني أنت ربما أحد المتابعين للسيد علي الحجوري وتتابع كتابات هذا الرجل بشكل دائم، هل يعني الإدانة التي وجهت له يعني كانت يعني بالفعل يعني تستحق أن يكون الرجل مدان ويساءل أمام الجهات القضائية؟ هو شكل من أشكال الترهيب على وجه التحديد، هذا شكل من أشكال الترهيب، لأن الحجوري هو شخص تجديدي وتحولاته تدل على أن هذا الرجل موهوب ويحمل كثير من المضامين ومن الأفكار التي هي في جوهرها الأساسي أفكار تصحيحية. لا ننسى أن علي الحجوري وتحولاته المهمة جدا الذي بدأ فيها خطيب جامع في حدة، ثم بعد ذلك تحول إلى فنان موهوب منحاز إلى الناس، ويحسب لعلي الحجوري دائما أنه كان في صف المظلومين وفي صف الشعب ومن الفنانين القلائل الذي انحازوا الى التحولات الموجوده في هذا البلد، كما ان اطروحاته لا يمكن ابدا ان تندرج في اطار التهمه، لكن ان يحاكم علي الحجوري وان يتم سجنه بتهمه هي اشبه بالتهمه الكيديه لا علاقه لها على الاطلاق فيما يتعلق بالتهمه التي وجهت اليه. علي الحجوري هو يفهم جوهر القيم الاسلاميه التجديديه، يفهم روح التشريعات، هو ايضا يحاول ان يحرر هذا الرأي العام من الذهنية التي نحن ندفع ثمنها اليوم في اليمن. نعم. هو سيد محمد، يعني الرجل هو يعني متدين ويفهم بالدين بشكل كبير، ولكن يعني ربما كانت معظم آراء الرجل هي تتحدث عن بعض الأفكار الخرافة، وبالتالي الرجل يحاول توضيح للناس بعض المفاهيم، وبهذا الجانب دائما ما تقابل الحجة بالحجة وليس بالاعتقال. يعني كيف تنظر إلى هذا الجانب؟ أنا أنظر أنه شكل من أشكال الترهيب الفكري وشكل من أشكال التكفير المبطن، وضع حياة فنان على محك الخطر، وضع أهله وذويه في حالة من القلق الكبير جدا تجاه التفتيش في النوايا، وتجاه أيضا شكل من أشكال الترهيب هو ذاته الترهيب الذي قاد واحد مثل القسيمي الذي كان يحمل مثلا مشروع تجديدي، ثم بسبب هذا الترهيب وبسبب هذا التفكير خرج عن الدائرة التجديدية التي كان بإمكانها أن تشكل نقلة نوعية فيما يتعلق بالتجديد المتعلق بالأفق، أفق التدين بشكل عام، وأيضا فيما يتعلق بالحق المشروع لكل مواطن، لكل إنسان لديه حد أدنى من التفكير في أن يطرح آراءه التجديدية في إطار القيم العامة والثوابت الأساسية. نعم. سيد محمد، كيف تنظر لموقف الشرعية حيال يعني عملية الاعتقال المتواصل والتي نسمع عنها بين فترة وأخرى، سواء كان المعتقل فنان أو عسكري أو مدني أو غيره؟ لا يمكن لمختطف أن يحرر المختطفين من الوضع أن قرار الشرعية مختطف سياسيا، مختطف اجتماعيا. لا تستطيع هذه الشرعية صاحبة القرار السياسي المختطف أن تحرر اليمنيين المعتقلين في تلك السجون، لكنها ستكون المسؤولة الأولى أمام الرأي العام. نعم. وأمام الشعب الذي هي تعبر عنه في كل ما يتعرض لمواطن يمني وبالذات داخل الأراضي السعودية بالنسبة للمغيبين الذين هاجروا بسبب الانقلاب الوحشي البربري والهروب من الاختطاف في صنعاء، ليلقوا الاختطاف أيضا، وداخل الأراضي السعودية يتم اختطاف مواطن يمني، وهذا أيضا يمس صميم الدستور اليمني الذي ينص في مضمونه أنه لا يجوز لا يحق تسليم أي مواطن لسلطات غير يمنية. نعم. إذن سيد محمد، يعني أنتم يعني كإعلاميين وفنانين وأيضا الكثير من فئات المجتمع، في حال يعني استمر تغييب الفنان علي الحجوري لفترة زمنية طويلة دون أن يعني يتم الإفراج عنه، ما الذي يعني بإمكان الإعلاميين والصحفيين والفنانين فعله حيال هذا الأمر؟ يستطيع كثير من الرأي العام، الإعلاميين، الحقوقيين، القانونيين، الناشطين، أن يوقعوا عرضة يطالبوا فيها بإطلاق سراح هذا الفنان، وأيضا أن يناشدوا كثير من المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي، وهي فرصة تاريخية أيضا، وبالذات أن هنالك حساسية لدى المجتمع المدني الدولي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وبالذات فيما يتعلق بصميم حرية التعبير، وأعتقد أنه بالإمكان أن تشكل جبهة عريضة من الإعلاميين ومن الحقوقيين تحمل قضية هذا الرجل وهذا الفنان الذي أيضا المس بحريته الشخصية هي مس بصميم مخرجات مؤتمر
الحوار الوطني الذي في باب من أبوابها يسمى باب الحقوق والحريات، تنص على حرية الضمير وتنص على حرية التجديد وتنص على حرية الفكر في صميم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. فاختطافها هو أيضا اختطاف لجزء مهم جدا من المخرجات والمرجعيات الأساسية التي يدعي التحالف العربي أنه جاء إلى اليمن من أجل هذه المرجعات، المرجعيات الأساسية التي هي أساس المرجعيات الأساسية للشرعية، والتي على ضوءها جاء أيضا التدخل، كما أنه أيضا هذه المرجعيات الأساسية هي أيضا اللافتة العليا التي يتم الحديث عنها بما يسمى استعارة الشرعية. فاستطيع أنه اليوم العالم مفتوح، الرأي العام مفتوح، الإعلام لم يعد ذلك المحتكر، الصوت يستطيع أن يصل من خلال تغريدة في تويتر للرأي العام الدولي، العالم اليوم مفتوح. وأنا أعتقد الآن كل الإعلاميين والفنانين والحقوقيين أمام مهمة الوقوف إلى جانب هذا الرجل وهذا نعم. الذي باختطافه تم تحويله إلى رمز كبير. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر سيد محمد المقبلي، كاتب وصحفي يمني، كنت معنا من مدينة إسطنبول. وستنضم إلينا من عدن المحامية والناشطة الحقوقية السيدة هدى الصراري. سيدة هدى مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيدة هدى. يعني في الوسط الحقوقي أنتم، يعني كيف تلقيتم خبر اعتقال فنانين أو الفنان والناشط اليمني في السعودية علي الحجوري؟ طبعا للأسف عندما تلقينا خبر اعتقال الفنان الحجوري استأنى جدا، خاصة على الوسط الحقوقي داخل اليمن. وبالتالي علينا نحن من الحقوقيين أن نعمل على الضغط للحكومة اليمنية ممثلة بالسفارة في الرياض بمتابعة قضية الحجوري وتوكيل محام له بمتابعة الإجراءات القانونية التي من شأنها متابعة الإجراءات لدى السلطات السعودية بمعرفة ثانية تهمته أو الادعاء الذي تم تسليمه ومعرفة هل الإجراءات التي تمت باعتقاله هل كانت صحيحة، هل كانت بالدستور القانوني، هل كانت الإجراءات أيضا تضمن له حقوقه الإنسانية التي نصت عليها المعاهدات والمواثيق الدولية، كذلك أيضا هل كان الإدعاء يتطلب أيضا اعتقاله، لأنه نحن علمنا أنه تم الإدعاء على أنه كان يعني خارج من الدين وأنه ارتكب مخالفة على السلطات اليمنية معرفة صحة الادعاء من خطأه. نعم، لكن سيدة هدى ما التوصيف القانوني لمسألة اعتقال الحجوري؟ طبعا التوصيف القانوني بكل بساطة هو اعتقال تعسفي. الاعتقال التعسفي كيف يتم؟ الاعتقال التعسفي يتم بناء على أنه من غير أي مسوغ قانوني، من غير أي أذن من النيابة العامة، أيضا الزج به في السجن دون التحقيق معه أو إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه، وبالتالي أيضا إحالته إلى المحاكمة من أجل أن يتلقى إجراءات عدالة صحيحة. وهذه أبسط الحقوق الإنسانية التي نصت عليها التشريعات الوطنية وكذلك التشريعات الدولية. نعم، إذن ما الذي يمكن أن تقدمه المنظمات الحقوقية للضغط من أجل إخراج يعني الحجوري والكثير من المعتقلين في سجون المملكة والذين يعني نسمع عنهم مؤخرا سواء كانوا عسكريين أو مدنيين أو فنانين وإعلاميين؟ للأسف هناك إهمال وتقصير مبالغ فيه لدى السلطات اليمنية ممثلة بالسفارة اليمنية داخل الرياض. هناك العديد مثل ما تفضلت الآن وقلت أن هناك العشرات بل والمئات من المعتقلين المخالفين إن صح الادعاء، وكذلك بعض المعتقلين على ذمة مخالفات تمت في المملكة العربية السعودية. على السفارة اليمنية أن تتبنى متابعة الإجراءات القانونية وتوكيل محامي لهم في قضاياهم، وهل تمت الإجراءات بشأن اعتقالهم وهل كانت صحيحة بناء على مسوغات قانونية. وبالتالي نحن المنظمات الحقوقية هنا في اليمن علينا الضغط أيضا على الحكومة اليمنية ممثلة بالسفارة بمتابعة كل هذه القضايا التي يعاني منها الإنسان اليمني، ليس فقط في المملكة العربية السعودية وإنما في كل العالم. للأسف الإنسان اليمني يعامل معاملة إقصائية ومهمشة كانت في البلدان العربية
أو في الخارج أو حتى في المعاملة في المطارات وفي كل المحافل التي قد يتعرض لها الإنسان اليمني بسبب ادعاءات الحرب والأمور السياسية التي صارت خلال الأربع سنوات الماضية. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر المحامية والناشطة الحقوقية السيدة هدى أسراري، كنت معنا من عدن. وفي ختام هذه الحلقة أيضا أشكر ضيفي السيد محمد المقبلي كاتب وصحفي كان معنا من مدينة إسطنبول، والشكر أيضا للفنان الساخر والإعلامي اليمني محمد الربع كان معنا من مدينة إسطنبول. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقي في حلقة قادمة. نترككم في رعاية الله وحفظه.